وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الرسالة الطويلة تتكلم عن الحسد لا بأس بها، لكن ما نسب عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين أصابتهما عين. هذا حديث باطل لا أصل له.